المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الوزير المنتدب لدى وزير التنمية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد عامل إقليم ستارت، السادة رؤساء الجامعات، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس مجلس مدينة ستارت، السادة ممثلي الهيئات القضائية والأمنية والعسكرية، السادة المنتخبون، زميلي الأستاذ الدكتور أحمد نجم الدين، السادة رؤساء المؤسسات الجامعية لجامعة الحسن الأول ولجامعة السيد محمد بن عبد الله، زميلاتي زملائي الأساتذة والموظفين، عزيزاتي أعزائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أتقدم بالشكر الوافر لمعالي الوزير الدكتور إدريس عويشة على الكلمات الرقيقة التي تفوه بها في حقي، معبرة له ولكم جميعا عن فخري بهذا التعيين، ومؤكدة له ولكم جميعا عن عزمي واستعدادي لتقلب هذه المهمة بكل حزم ومسؤولية خدمة للجامعة ولأساتذتها وموظفيها وطلبتها. عندما قررت الترشح لمنصب رئيسة جامعة الحسن الأول بستارت، قمت بزيارات ميدانية للجامعة، التقيت خلالها بعدد من الزملاء الأساتذة، وتناقشت مع بعض المسؤولين الجامعيين والجهويين، وعاينت المركز الجامعي لكل من مدن ستارت وبطشيط، ووقفت على كل ما تزخر به هذه الجامعة من مؤهلات وطاقات تمكنها من أن ترقى إلى مستوى الجامعات الأوائل وطنياً والرائدات إفريقياً وحتى دولياً. انخرطت في هذا المشروع وثقتي كبيرة في هذه الجامعة الفتية وفي كل ما تجذب به من كفاءات واعدة، فكما لا يخفى عليكم جامعة الحسن الأول هي ثالث جامعة عمومية لجهة الدار البيضاء ستارت، جهة تعتبر بامتياز أول قطب اقتصادي في المغرب وأكبر مركز مالي تتمركز به كبريات الشركات والمجموعات الصناعية وطنياً ودولياً، جامعة ينتظر منها تكوين خريجين متميزين يتوفرون على الكفاءات العلمية والمهارات التقنية الضرورية لمواكبة التطور الصناعي والاقتصادي لهذا القطب المهم. فبتضافر الجهود على مستوى مؤسساتها وبإشراك فعلي وفاعل لجميع مكوناتها من أساتذة وباحثين وموظفين إداريين وطلبة، وبتثبيت علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف مكونات الجهة، أعدكم بالعمل مع كل الفاعلين المهتمين بالحق الجامعي من أجل ترصيد المكتسبات وتعبئة الطاقات والبحث عن الإمكانيات لنجعل من جامعة الحسن الأول بمعية جامعات القطب الجهوي لجهة الدار البيضاء ستارت قابلة للتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي والإنماء الاقتصادي للنسيج المقاولة الجهوي والوطني. معالي الوزير، أيها الحضور الكريم، أحضر معكم اليوم وأنا معتزة بتعليمي على رأس هذه الجامعة، وواعية كل الوعي بجسامة المسؤولية وثقلي كل هذه الانتظارات. أقف أمامكم ويدي ممدودة راجية من الله عز وجل ومنكم جميعا مسؤولين جامعيين وأساتذة باحثين
وموظفين إداريين وشركاء محليين وجهويين ووطنيين أن نعمل يدا في يد لنسير قدما بهذه الجامعة المتميزة، ولنجعل من جامعة الحسن الأول فضاء للتكوين الجيد والبحث العلمي المتميز والشراكة الواعدة، يعتمد الجودة والتقييم عنصران أساسيان في كل مهام التطوير والتسيير والتدبير، فضاء لي وفي خدمة كل مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة باحثين وموظفين إداريين وشركاء، فضاء متفاعلا مع محيطه السوسيو الاقتصادي وفاعلا مكملا للفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجهة الدار البيضاء ستارت. بعزم قوي وإرادة مكينة ومسؤولية دائمة وإشراك فعلي لكل فاعلين، سنعمل سويا لنواصل جميعا مسلسل تطوير جامعة الحسن الأول الذي بدأه الدكتور عبد الرحمن السعيد الرئيس الأول لجامعة الحسن الأول، وواكبه زميلنا الدكتور الرئيس محمد الرحش، واستمر فيه زميلنا الدكتور أحمد نجم الدين الرئيس المنتهية ولايته. أيها الحضور الكريم، بمناسبة تنصيبي على رأس جامعة الحسن الأول وأنا أستحضر بكل إكبار وافتخار الاهتمام والرعاية التي تحظى بها المرأة المغربية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أؤكد لسيدنا المنصور بالله حرص الأكيد على العمل الجاد والدؤوب بكل عزم وحسم لإنجاح مسار جامعة الحسن الأول وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل القيام بالدور المنوط بالجامعة وتحقيق إشعاعها مستنيرة في ذلك بتوجيهات جلالته السامية ومنخرطة بفعالية في دينامية الإصلاح والبناء والانفتاح التي يقودها جلالة الملك بحكمة وتبصر وثبات خدمة للعلم والعلماء، داعية من الله العلي القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة ومديد العمر والهناء، وأن يبقى جلالته ذخرا وملاذا للعلم وسندا للعلماء ومنبعا للفكر والابتكار. معالي الوزير الدكتور إدريس عميشة، أجدد لكم شكري السابق وتقديري الدائم وامتناني الصادق، ومن خلالكم لحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على ثقتي التي حظيت بها بتعييني رئيسة لجامعة الحسن الأول. كما أؤكد لكم حرصي القوي على متابعة مسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه جامعة الحسن الأول ومواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه الجامعة إلى مستويات متميزة. زميلي الدكتور أحمد نجم الدين، أتقدم لك بالشكر الجزيل على كل ما بذلته من جهد على رأس جامعة الحسن الأول طيلة 8 سنوات الماضية، متمنية لك المزيد من العطاء والتوفيق في مهامك المستقبلية. زميلاتي، زملائي، عمداء ومدراء وأساتذة وموظفي جامعة الحسن الأول، منذ أن وضعت قدماي هذه الجامعة لم أجد فيكم إلا الاحترام الدائم والعمل الجاد والمسؤول. لكم مني خالصة وأصدق عباراتي المودة والتقدير. وفقنا الله جميعا لما فيه خير جامعتنا
ومؤسساتها وأساتذتها وموظفيها وطلبتها تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال في عمره، والسلام عليكم ورحمة الله.